أهلا وسهلا بكم في نشرة هنا المعرض، ومع يوم جديد من يوميات معرض العراق الدولي للكتاب. حضور جماهيري في سابع أيام المعرض هو الأكبر منذ انطلاقته. ندوة غائب والمدينة تستعيد اشتغالات غائب وصورة بغداد في رواياته. كنت أمني النفس بنشر المزيد من رسائله، حتى وقفت على تصريح صادم للأستاذ ياسين النصير، مفاده أن الأرشيف الكامل لغائب كان في حوزته، ولكنه بعد خروجه إلى الأردن في التسعينات قدمه لأحد الباحثين العرب ليفيد منه في دراسته عن غائب، على وعد منه بإعادته إليه. هويته كبغدادي لم يغادرها حتى في غربته الطويلة، ولم يحب غيرها، إذ ظل بغدادي الروح بكل مشاعره ومعاناته، ولم يستبدل بغداد بمدينة أخرى حتى في موسكو، وحتى موسكو التي عاش وأحب وتزوج فيها وولد فيها ابنه سمير. غائب طعمه فرمان اهتم بالأدب الإنجليزي، على الرغم من أنه كان يعيش في الاتحاد السوفيتي سابقا، ولذلك حتى ترجماته التي ترجم كان يترجم عن اللغة الإنجليزية. ندوة السرد تحديث للتاريخ، تطرح عدة آراء عن توثيق الرواية لمسار الأحداث السياسية والاجتماعية. التاريخ لم يعد مجرد يعني حلية، وإنما يعني أصبح مصدر من مصادر التأمل والاستلهام، الذي يستطيع أن يخلق مستويات عديدة من التواصل بين الرؤية المعاصرة للمؤلف وبين الواقع الحاضر في الوقت ذاته. التاريخ لا يتسامح إلا مع الأقوياء، بينما يخنق الضعفاء، وفي هذا إشارة إلى أن التاريخ يعني تصنعه الإرادة الإنسانية، لكن المفارقة هو أن التاريخ يصبح جزء كبير منه ضد هذه الإرادة الإنسانية. كيف يكسب الكتاب جمهوره في العراق والعالم العربي؟ ندوة تقترح بعض الأفكار لتسويق الكتب بين الجمهور. كيف تعرف أنه كتابك هذا راح يقرأ أو ما يقرأ؟ الحقيقة ماكو أي معيار تستطيع أن يعني تحدث به أنه كتابك هذا سينجح أم لن ينجح. كثير من الأحيان الكتاب يؤلفون الكتب وهم في ذهنهم أنها ستنجح، ولكن يفاجئون أن قراءتها قليلة. لو كان القانون يحمي النسخ التي يبيعها الكاتب لرأينا من الممكن لكتابنا أن يعيشوا برفاهية من مبيعات كتبهم، ولكن طبعا فيما لو كان للكتاب سيرورة، وهو مشكلتنا التي أتمنى أن نناقشها في هذه الجلسة التي اقترحتها على معرض العراق للكتاب، وشكرا لتلبيتهم لهذا الاقتراح. ندوة التجربة الديمقراطية في العراق تقرأ واقع الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الأول الماضي. أعتقد احنا الآن في أزمة أصولها ما قبل 2003 ومستمرة إلى الآن. الثورة أو الانتفاضة الأخيرة وضعت النقاط على الحروف الحقيقة، فتحت مجالات أخرى، لكنها لا زالت يعني في منتصف الطريق. الحل بإعادة بناء العملية السياسية من دولة المكونات إلى دولة المواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات، عند ذلك تبنى المؤسسات على أساس وطني. انتظرونا غدا الأربعاء في يوم آخر من أيام معرض العراق الدولي للكتاب.